لنتعرف أكثر على صناعة الموزايك الدمشقي معنا شيخ شيوخ الكار الحرفي فؤاد عرباش، يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيكم، يعطيكم ألف عافية. أهلين، بدنا نعرف منك شو هي صناعة الموزايك الدمشقي؟ هي صناعة خشبية بتعتمد على أخشاب غوطة دمشق بأنواع متميزة من الأخشاب. هي الأخشاب نحن أخذناها لجمال ألوانها ولصلابتها. أولا بده يكون نوع الخشب من النوع الصلب يلي بيتحمل الشغل والدعك والقشط، دماغه بده يكون هو اللي يعطي اللون وما يغير بالمستقبل، يضل ثابت. تاريخ هي الحرفة بيعود تاريخها لعام 1860 بدايتها، اللي ابتكرها هو جرجي جبرائيل البيطار مواليد 1840. أول من بلش فيها يشتغل كان عمره 20 سنة بعام 1860، أخذ الفكرة عن الموزايك الرخامي أو الفسيفساء الرخامي. شو الأدوات اللي عم تستخدموها بهاي الحرفة؟ هلأ نحن لسه في شغلات أدوات بدائية لحد الآن، مثل شاكوشة الدعك، المطرقة، المبرد، الكذا، هي بدائية كنا من أول ما تعلمناها بنشتغل فيها. أضافوا للمصلحة الوقت والزمن وتطور الزمن، اللي إجت الكهرباء وصار في أدوات كهربائية انضافت، سرعت بالإنتاج. في أشياء كنا نستعملها يدويا وصارت كهربائية، أعطتنا وقت أقل بإنجاز العمل. المراحل الأولى بتبدأ بانتقاء أنواع الأخشاب يلي بدنا إياها لحتى نطالع نحن الرسوم والنقوش الهندسية للموزايك. بنجيب خشب الليمون والجوز، هدول أساسي، والزيتون، طبعا الخشب الكينة. في عنا نحن هلأ هون خشب بعض أشكال هندسية من خشب الليمون، هاي نحن بنسحبها بأشكال هندسية، في قوالب بتركب على المنشرة وبالمنشرة بنسحبها بتاخد منها الزاوية المطلوبة. هاي الأخشاب بنعددها بأنواع، مثلا هذا خشب أحمر، هذا ما في سجر لونه أحمر، هذا اضطرينا نصبغه نحن باللون الأحمر والأسود، بس هدول اللونين لحتى نكمل الألوان. هاي الطاولة أخذتها على الهند، شاركت بمعرض دولي بالهند بسنة 2015، نلت الجائزة الأولى على 33 دولة. وقت اللي طلعت اللجنة وعم تفحص لحتى تقيم وتعطي الجوائز، شافوا الطاولة. وقت اللي ورجيتهم مراحل العمل كنت أخذ نماذج أنا، ما صدقوا أنه معقول أنتم بتشتغلوا بهالطريقة، يعني أنه كتير فيها صعوبة كتير هاي، وما بيعرفوها، لأول مرة بيشوفوها. منحوها الجائزة الأولى على 33 دولة مشاركة من شرق آسيا ومعروفة شرق آسيا بالصناعات اليدوية عندهم. كنا نشارك في معارض دورية تقوم فيها مؤسسة المعارض، كنا نشارك فيها بإيطاليا، بإبروس، بدول أوروبية كثيرة، ما كنا نقطع كل سنة شو في معارض نشارك. من خلال الأزمة شاركنا بمجموعة كتير من المعارض، حتى أكثر من الأول، قوينا نشاطنا أكثر من الأول لحتى نكون نحن نثبت هالحرفة إنه موجودة ما تنقرض. أجمل القطع التي يكاد لا يخلو منها بيت دمشقي، هدايا سافرت عبر كل البلدان، وصناعة زينت أجمل وأفخم القصور حول العالم، تبقى ويبقى تراثنا نابض بالحياة.